اختتمت الشعب البرلمانية لمملكة البحرين مشاركاتها في أعمال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 26 وحتى 30 من يناير الجاري في الجزائر العاصمة، حيث شهد المؤتمر اعتماد البيان الختامي لدورته 17 وإعلان الجزائر. وللمزيد معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى ورئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في المؤتمر. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. إذن هل لك أن تحدثنا عن مشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الدورة 17 لمؤتمر الاتحاد، وكيف تنظرون إلى أهمية المشاركة في مثل هذه المحافل الإقليمية، وخصوصا فيما يتعلق بتوحيد المواقف وكذلك الرؤى مع برلمانات الأشقاء؟ شكرا لتلفزيون البحرين الذي اتاح لنا هذه الفرصه للتحدث حول مشاركتنا في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منطقه التعاون الاسلامي الدوره 17 الذي ينعقد الان في الجزائر لفتره من 26 الى 30 يناير 2023. وقد شاركنا نحن وفد الشعبه البرلمانيه لمملكه البحرين برئاسة الدكتور علي أحمد حداد رئيس الوفد في اجتماعات اللجان الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد حاليا بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وقد شاركنا في عدة لجان، منها لجنة فلسطين الدائمة ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة واللجنة العامة لبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. كما سبق ذلك اجتماع تنسيقي وتشاوري ضم جميع الوفود الخليجية المشاركة في المؤتمر. وقد تطلعنا إلى أهمية هذا اللقاء الذي يحمل دائما دلالة واضحة تؤكد الإرادة الصادقة لمواصلة دعم المشاريع الخليجية الموحدة والتي تمهد الطريق لتقدم خليجي مستمر ومضطرد في مختلف المجالات، إلى جانب رفع مستوى الشراكة تجاه القضايا الرئيسية والمتصلة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى ورئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في المؤتمر، شكرا لك.